تقدمت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي بخالص الشكر والتقدير للسيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية لرعايتها لمبادرة الهلال الأحمر المصري بإيدك تنقذي حياة. وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن رعاية السيدة انتصار السيسي لهذه المبادرة تأتي استمرارا لرعايتها الكريمة ومتابعتها المستمرة لكافة أنشطة الهلال الأحمر المصري والتي تشهد طفرة كبيرة، مشيرة إلى أن حرص السيدة انتصار السيسي على زيارة المقر الرئيسي للهلال الأحمر المصري أكثر من مرة كان لها عامل إيجابي على المتطوعين وكافة العاملين بالهلال الأحمر المصري.